أرحب البحر يا عالف الدبل في الدبل في الدبل في الدبل في الدبل في الدبل عيال ماس أرحب يا ماس في الدبل عيال يا شدوا يا عيال شدوا شدوا ما عليكم الأمور طيبة سكور قليل ماس يا ماس ماس سفن يا حبيبي والله عيال يد في يد ترى جولة واحدة جولة واحدة انت ابو يا الربع تكفى وروا نجوب الضارة علق عبد الله هو الكم يا حبيبي يا بعد راسي يا عبد الله عيال ترى والله يد واحدة ما تصفق ترى الوقت قاعد يمشي خلونا يد في يد صدقونا بناخذها زي السلام عليكم زي السلام عليكم بس تكفون خلونا يد في يد نستطيع بس خلنا دقيقة لما نفوز صغر خشمي نصغر خشمي صغر خشمي ممتاز آخر دقيقة إيش الأغاني هذه هذه غنيتي المفضلة الأجنبية آخر ثواني آخر دقيقة تقريبا آخر دقيقة عال قدموا الخط قدموا الخط عهود يا قلبي ويلكم صعب انساك نعطيهم رفعة اليد يلا يلا اضربوا يا عيال 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 لا تروح الجولة ترحكم جولة واحدة بس ترى هي جولة واحدة لفوز يحكم ربعي قفاز 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 يا عيال ادعموا من القفاز من داخل القفاز من داخل القفاز من داخل القفاز قفاز يا عيال ادعموا 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 قفاز يا عيال قفاز حي اعطي عهود اعطي 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 وريك انا وريك صعب انساك عهود ما سفن دقيقة بالناصر يا حيفالك علي عهود ماس كل الداعمين بيض الله وجيهكم ورحم الله والديكم شكرا لكم يا الوافي شكرا شكرا يتفعل عهود لازم تضغطن عليه فوق السكور يا عاتك فون ضيف الداعمين والله العظيم ما قصروا ورحم الله والديهم بيض الله وجيهم تفضل يا اخوي انتم ليش ما عندكم مستوى انا يعني مش عارف يعني كيف اطيح الحكم الاول في شيء يضحك مستواكم الحكم الاول انا موجود الحكم الاول تقطعون السماعه كذا واحد يمسكني هنا واحد من النص الحكم الثاني الحكم الثاني طول عمر صوت كلمة قيسية يا ودي عجل عجل علينا عجل صوتك لا يرتفع يا دب القطبي انت لا يرتفع صوتك حبيبي احترم نفسك احترم الفاضل الحكم الثاني تكسر نظارة الحكم الثالث ايش كنت ولا شفت اللي قلت عليه كزبرة هذيك ولا الزيتون شو ليها كزبرة هذيك ولا الزيتون وتطحنا مع بعض لا لا عادي عادي كسر كسر ايوه بابا ايوه وشطر شطر شطر ما شاء الله عليك ما شاء الله ينفذ احكام واو خلاص اعطي النص الثاني لخويك وانت خذ
شيء ضحك. دقيقة نجري اتصال نجري اتصال نجري اتصال نجري اتصال. السلام عليكم. آه سعود. ها سعود هذا تقولين واحد غيري. يقول لو هلا تفضل. كلام تعال وانا اوكي تعال تعال. كلام لبق شنو تعال تعال. قل لو سمحت ممكن تجي شلي. لو سمحت سعود بالخميس ممكن تجي. يلا يلا بس اكرب وجهك. يلا انتظرك. يلا انا انا ما عندي ما في ثلاثة معنا تعال ترابع. طيب ارسلوا لي دعوة. ما يصير اسوي لك دعوة لان انا مسكرة وانت مسكر بعد. ماني مسكر يا اختي ماني مسكر. والله يا اخي مو يا اخي لا تحلفين الله لا تحلفين الله. انا ما اسكر الا شو اسمه. انا ماني فاضيلك ترى ماني فاضيلك. مو يعني انك ممثلة ممثلة على نفسك. اذا انت ممثلة انا فنان كبير فنان صاعد. طالع يا سعود. ها انت طالع يا سعود. ايش يعني؟ لا انت طالع. اه يعني طالع. يلا ارسلي لي يخلصي. رفضت. والله ما رفضت. والله ما جاني شيء. انت منين تفهمين؟ طيب اللي معك مين؟ اللي معي ام ندى والقبطان. طيب اطلعي وادخلك وانت دخليهم. يلا اوكي يا جماعه خليني اطلع وادخلكم ثاني عشان ادري كيف سعود. اوكي هذا لقيتك. ايه اللون ده؟ كيف حالك؟ ايه اللون الكاميلا ده؟ كيف جماعة حالك؟ ليش راحوا من عندي الناس يا جماعة؟ قاعد اقول لك كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ توكل على الله توكل على الله توكل على الله بس توكل على الله. يلا يلا هاك خذه هو. دقيقة مع مفاوضات مع السكيورتي حقي. طيب سمعنا انك ما شاء الله يقولون انك اشوف وجهك والله متغيرة شوي حليانة ما شاء الله. محلوة ايه عشان انت هديتني فعشان تي انا محلوة. ما لا اي صلاح ترى ما لا اي دخل في الموضوع هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رفاق. السلام عليكم. هلا سعود اخبارك؟ انتك طيب؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شرف. هلا اختي رانيا شلوني؟ اهلا وسهلا. عساش طيبة؟ معنا عساش عساش الالوان نفس بعض ما شاء الله. عساش عايز طيب اشوف غير. اي والله مش صح يب رابع سعود. انت قلت انزل عشان نقفل ونزل. شوفوا اذا رانيا معي انا ملعب ملعب كفو. اقول اقول ما العب ما ابغى العب معك. انا بحكمك افهميني. ايوه 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 ايش تغصب يا اخي تبي تحكمني غصب. شغلتك بيس يا اخوتي. انا مستانس عليك. انا يا اخي يا اخي اوقف معاه يا اخي مره. لا كل انت طيب خلاص يا ايش قعدتي اقسم بالله. بس عايز اعرف حاجه بس انت وهو حاجه واحده بس عايز اعرفها من ابن ميرفت. انت قلت انزلي علشان ايه؟ علشان انا لا قلت لك انزلي عشان رانيا تبعت لنا ميرفت. ميرفت ارفع علومش ارفع علومش فيش ارفع علومش ما فيش. لا قلت لك انزلي يا اخي انتوا اثنين تعال ما اقدر ترسل لكم وهي معي لازم تنزلون عن بعض سلقن سلقن. بيض الله وجهك وكتر الله خيرك. فهمت يا ليفا؟ ففهمت يا ليفا؟ سعود متى متى انا وانت نصير فريق يا اخي؟ متى انا وانت نصير فريق؟ متى انا وانت نصير فريق؟ متى نصبح فريق؟ انا قلبي على ما انا قلبي على ما انا 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 قلبي على الثلاثه لابسين نفس الالوان مركزين يا حبايبي. ارحب السعوديه العظمى منور ان شاء الله. احنا ثلاثه شباب السبيدي تشالنج لا يروح اذا غيري تلون يا السبيدي تشالنج اخواتي لا يروح يا اسود. يا اخي كلكم نفس الالوان انا غير انا مميز كذي مثل لون ملابسك يا دوايمة حبايب الكورة. دبل حبايب دبل. نبي نفوز على سعود نبي نفوز على سعود نبي نفوز على سعود نبي نفوز على سعود. شباب استرها رب. شفتي مندى اللي فات لعلها تلعلها مستوى فرقة تلعب معايا طول عمرها تلعب معايا ما شفناش حاجة. أول ما تلعب ضدي تطلع لها مستوى.
اخو العلوان اخو مين؟ اخو العلوان السبيد الشالنج يا عيال. استرها يا رب. السبيد الشالنج اخو العيال وانا اخو مين؟ نخنقكم خنق خنق. شير اللايف توني داشه كذابه. انا اقسم بالله توني داشه قبل لا بث وانا اشوفك بث. والله صلي 10 دقائق تابعتك. شل 20 دقيقه انا تابعتك 10 دقائق بس اول بث 10 دقائق. والله اول بث والله يا بنت الحلال انا داخل معك. لا مو اول بث. لا لا مو قبل بث لك فضل 40 دقيقه بث انت 50 خير 40 دقيقه كاي يبين عندي ترى انطر اشوف ايش. اي سكرتي وفتحتي ثاني مره بس انت من زمان باثة يعني. اي والله صار لي 40 دقيقه. لا تستبين علينا انت بنقليه. ما حسيت ما حسيت بالوقت يا سعد من كثر ما انتظرك. انا هويك بعد شو اسوي بعد الحكم الاول يا رانيا يا دني لا عليا يا كف. قلت تدري بي ايش قد احبك تدري بي تدري السلام. من هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مين جاي كوينز دوم الضحكه الوردي يا جماعه انتوا الاثنين نفس الالوان شد قول الوردي بيض الا وجهك يا الموف حلوة كفي صدام يا ابن مرفت صرنا اصدقاء. انا غلط عليك غلط تقولك ابن مرفك مرفت ترى يا هي مرفت مرفت مين ها شو هاي مرفت ام المصري. انت تسمع عن الابن العاق؟ ايوه هاي الام العاق. مين هي هذه اللي اسمها اسمها ايوه مرفت ام ندى اليفا. انت قلت قبل شوي قلت لها اليفا وليفا بعد ايوه. سعود جهز احكامك لابن مرفت اخو العيال ولا اخو مين يا انت شايف سكوره والله امها والله راني الحكم الاول قول انا احب احكم الناس اللي من مصر. ايه ده ترى كلها مصريين قاعدين كلها مصريين قاعدين قول الحكم الاول يا رانيا تقصين شعرك خير 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 يجيب سكور حبيبي. بعدين انت ما عندك ذوق ما عندك ذوق انت. ايوه 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 ترى من عرفتك ذول حمر غيري لو اكسر لون لو ما توني مسويته صار لي اسبوع لا تتفلسف. طيب توكم سويته بس نفس اللون ما يتغير اسبوع على اسبوع عشاك بكيفك احمر ابيض بدون لون ساده شفاف يا اخي. ليش يا عمري اسوي مع عشانك تراك اسوي مع عشاني خير عشانك حمد والله لو تقدم لك غير توافقين انا عارف حمد راح اقول 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 قول احكامك يلا الحكم الاول يا رب افوز خير من الوقت تاكلين بيضه احكامك احكامك عدل تنزلين اللوحه هذيك اللي معلقتها يا ابو اللوحه اللي مضايقتك اللوحه اللي مضايقتك بحياتك غيرها كان نفسي ام ندى ما اقدرش حكم ثالث تقدر تحرم وتفضل انك في البحر قبطان يسوقها ويقبطنا هذا مين نقول من طرف البحر قرطه خضراء ابن ميرفت الحكم الاول يا احكمين ارفع له الحكمة الرابع تلبسين تيشيرت نفس هذا نفس اللون هذا ابن مرته شفت الفيديو اللي بعثته لك يلا قوم يا في اغمد شوي عادي 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 تفضل روح بس اكتبي قولي بلبس العيون عيون سعود الحلوه ابن مرته ايوه قوم نفذ الحكم يا الله ارحب ارحب بالله ارحب 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 يا استي ارحب يلا بسرعه اركضي ماني فاضيه لك انا ايوه يلا. ما في مستوى تعالي. ليش نلعب؟ من متى ما عندي مستوى سعود؟ شو كم مرة تعالي سولو سولو تعالي سولو سولو عندك مستوى تعالي سولو سولو هدي هدي معلش سعودي عطنا فرصة كمان لا هند تفضل لا يلعب لا 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 تلعب يا ابني مرفت قوم نفذ الحكم خلاص يما خلاص الربع جولتين بس احنا بننفذ رفقا بالانسان خلينا نسال خلي سامحي سامحي بالعكس يلا الفيديو اللي صورته لك امس وبعته لك ما احب لا استبصار ولا عادي على الابر والبخل والتقنيط ما كان حظي ما لوجهي معاه مقلاط ولا انا الامتحانات والتقصير فرش لا ذهب ثم ورد ثم زل ثم بساط ولا شاب مني غير المال والتفريط اضيع عمل حق الخضر الذهب بطلوا كذب بقى عشان احنا عرفنا كل واحد بيكذب الساعة كام
ها كل حبه يكفى طبه انت وجهتكو ديتكو طلقه اسند لي ظهرك كده بالمحبه انا جبت اخرك من تاني ضربه ما طلع رقاصه ده على خلق رمه وقت المصالح الشله لما قطيع والا مالهمش زمه جبان 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 صوتي من دماغي صايل لساني اعداء كتيره ربك حماني مهما جرالي ثابت مكاني الرب واحد العمر واحد من يوم جامد على اي جاحد قد المهالك قد الشدايد وقت المعارك انا ببقى جاحد ارجع يا هيتيا من غير مناقشه اسمع يا شديد دماغي طرشة اثبت مكانك ما اسمعش دوشة احسن دماغك هيجي لك روشة انا عندي اخ واقف في ضهري منبع رجولة مجدع ودغري ده في وقت ضعفي على حضنه بجرخ ويلي مني يا جبان اسألوا عني هيقولوا اني واقف تملي جنب اللي مني عايش على الله ومقوق نفذت يا ليفا كسحر البيان شاد ما صدق سحر البيان ما هو بسحر البراقع والثم والعبي عشنا سوا ثم ذنت كان ما شي صار الحكي حكي عربي والدم دم عربي قالت أبي من كمانو قلت كلي أمان أنت بمان الله في وجهي وفش نبي عشنا سوا ثم راحت كان ما شي صار شبت عزومي وش خلاص شنو تقريس رانيا كمل طلع لك ريش يا رانيا طلع لك ريش استرها كمان قبل ما اعرفك شدوا ايل ها استرها شدوا شدوا معاكم معاكم ابو الذبان ابو الذبان تمام شدوا شدوا يا جماعه ترى هذا الدوله نفس الفون لا يفوز علينا هالجولة اي أيوة والله شدوها جماعة معها شدوها شدوها مع اللي عند رانيا قال ارتجي ما ارتجي ويوفنا من الهواء عاير حبيبي حتى تشوف ان الغراب بنيتك ما انا ما ذاك ارتجي وتشوف يا تكفون يا كبو جحفلة ها لك بيدا الجرح تزيدا جماعة شدنا بالجولة مريدا مرحب يا ابو غنم حيك استرها يا رب كمل كمل يا قبطان حي كمل يا قبطان حي يا عيال اخر ثواني يا عيال اكلنا هوا اكلنا هوا اخر ثواني اخر ثواني ضرب 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 يا ضرب الضراني بضرب ارحاب يا زدار عدن فازوا يو فازوا جحفله والله ما اول جحفله جحفله وربي ما ما له شغل جحفله الثانيه كانت كذي جحفله قول جحفله لا 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 رانيا لا تدوخين انا ماني جاي اضيع وقتي معاكم اقول ولا انا اضيع وقتي معاك حمد ربك انا معاك اساسا خير لا بسوارج فيك انا كعس كريم في 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 الفراوله قوم قوم انقل هناك والله وراك بس يلا نفذ احكام يلا يلا قصدي اي نفذ احكام انا اللي فايزه وبعدين انت فيكم طقمين ايش فيكم خلص فكرت خلص فكرت ترى انت اللي جابرني البس لكم يا محمد شنو انا ايش اجبرك انا زوجك انا اجبرك انت قليله ادب اسمع تفضل 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 يا الكابتن ام ندى
القبطان انت فلتر نايم فلتر الاندومي ونايم وين يا بعد قلبي؟ لا والله صح اهزك الشوق ولا ما تجيب الحنين. ام ندى مش هتهرب يلا نفذي يلا ام ندى تعالي بك راس براس بلاش الاندومي بلاش الأول. لا لا العب الحكم الاول الحكم الاول ما رباعي انا ما العب اكره الرباعي والله انا صفيتك احكام لا تصعب الثاني طيب تعالي احكميني خلاص تعالي يلا الحكم الاول طب انزلي واحكميني شوف بعض لا احكمك قدامه ليش شو خطانا يا اخي ما احب ما احب اشوفها لا 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 الامور طيبه يا جماعه الامور طيبه لا 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 تفضلي سوي الحكم تفضلي الحكم اللي سويته حق خبطان تسويه انا ارقص اي شوفي انا ممكن اني ارقص انا ممكن اني ارقص لكن من نفسي مو انت تقين راح ارقص رقاصه لا عندك انا حكم حكم لا مو على كيفك لا على كيفك ترى حق يا سعود 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 يا الله تفضل انت يا ايش عندك انت فيك نايم بغرفه انت قاعد تبث في غرفه نايم بها 15 واحد مقصر صوتك ارفع صوتك عشان اسمعك يا اخي المايك سيني سيني ايوه ولا مصيني يا اخوي سمعت هذا بسرقه من الحين تسمعني تسمعني تفضل ايوه ارقص يا سعود ترى عادي برنامج وضحك وهزار ومش لازم رقص ارسل ربنا لو امسكك يعني. في مصر ايوه اوكي لو مسكتك في مصر حلو ورب الكعب لعدتن وجهك ليش يا بعد قلبي اطلع قلبك ولا مو قلبك اطلع انا في روسيا انا في روسيا طرش لي صوره جوازك اطلع لك فيزا حنا من الله مفيزين يا طقع يا خير حلو عجبتنا احنا والله مفيزين استر يا رب شوف يا راني بعطيك عندي قرار اخير احكام انت تنفذينها انا اطبقها ترى انا سويت لك حكم باخذ منك حصانتين لا في حكم في حكم في طيب اعطيني احكام انا اعطيتك انت ما تقدر اعطيني غير الحكم هذا ايش اللي حكم واحد اعطيهم يدخل احكامي هذا الاول الثاني شعر زيرو اوكي اول حكم فلتر الاندومي فلتر الاندومي على وجهك سكورك 5000 حلو ثاني حكم هتمسك لسانك 5000 انا اسوي لك احكام وتعدي من 1 ل 30 الحكم الثالث ثالث حكم يا تورك العمر والسلاسه ثالث حكم هتقول الرابع حصانتين شوف انت كذا تقول تعطيني حصانات تجبرني ما العب معك صراحه ليش تخيل العب معك جولتين ينزل سكور بخشي ما في حصانه واحده ولا حصانه واحده لا حصانه واحده اعطيني احكام على قد سكورك يا راني الله يحفظك ما هذا هو يا سعود انا قلت لك الحكم الاول راني انا ما... طيب سؤال تنفذين الحكم هذا انت اي حكم الرقص انت تعطيني احكام انا بعدين اقول لك شنو طيب بحفظ. طيب تنفذين حكم الرقص لا طبعا انا بنين خلاص وانا لا طبعا اعطيني احكام انت تنفذينها سعود ترى انت قاعد تقارن نفسك ببنيه ما له دخل اعطيني احكام انت تنفذينها هذا النظام هنا يا اختي إذا في التمثيل قوم 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 غير التيشيرت والبس تيشيرت أسود عيون لك بس أسود يلا وأنا بلبس الأسود مالي يلا يلا قول عشان نطق مع بعض خلق علي أقسم بيت لنا أقول شام صوتك يلا شام يا أخي أنا ما أحب بنات ممثلات تطلعون على الشاشة ما أحب بنات كذا افهميني يا أخي أنا ما أبغاك يا أخي ما أبغاك افهميني أشقق ثيابي ما أبغاك خلاص اطلع اطلع من عندي ليش قاعد لا تقوى اطلع من عندي ليش قاعد يا اخي احبها الانسان والله احبها اقسم بالله احبها مينون وصف مينون استغفر الله العظيم يا رب يا اخي قسم بالله يا جماعه والله سعود في طيبه مو طبيعيه نص سوالفه ترى غشمره ويضحك ويسالف بس والله العظيم قلبه ابيض حيل بشكل مو طبيعي والله وين فرعون؟ ما أعرف فرعون أنا بأسمع اللي تحت شو قاعد يصير
حبيت. الرقصة الصامت الحني. رانيا تتأكد. ايوه 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 ايش فيهم كلهم مخبول والله ايش فيهم. رقص على سكيتي. خلاص طف انت يا خلاص الا تخرب الجو. بطلع انا باي. تعالي راس براس بيك. تعال بين الموضوع يا اخي افهم الموضوع. موضوع موضوع خلاص جايه. يلا اطلعي قدامي. يلا ام ندى خبطان. يلا قول لهم باي. يلا ترى زواجنا بعد بكره. انقهر يا القطبان. هلا زواجنا بعد بكره. يلا يلا بس. يلا سعود سعود. سعود عملت لك فولو. يلا انا عملت لك فولو وانت والقطبان. يمكن الناس ما تمشي الا في العين الصفراء. دقيقه قاعد احك عيني. باكر تجي تقول لي ان الهوى عاير حبيبي ان الغلا. يقول لي تعذر ساده انت اشخاص اخرين. في صوتي يرتفع بامسك لسانك واقطع. والله ما تقدر ولا تتجرأ ولا عشرة منك ولا عشرة من نفسك. شي لي هدي والله. سكتنا لك وايد سكتنا لك وقدام الناس قاعد احترمك وايد. هدي هدي يا سعود. طيب يا لبست بيت. شكرا. بس ما بقيش الا غير بالعين الحمراء. يا لبا بس اللي يزعلون. احا ما اجملهم. يقول يا ابو مشقة يا ابو مشقة شارك. اقول اسمع شاب لابس وردي. ايش ذوقك انت احد يلبس وردي الزمانات. تصدق بالله انت ما عندك دم وانا ما اغير والبس الاسم بتاعي. انا غلطانة بس ترى لبست عشانك ترى. شو اللي عشانك؟ اقول تقلع بس يا اخي. القصد مو تقلعي. شلون اقول يعني يعني اهدى. انا جاي اهدى. بحبك بحبك يا اما. انا بحبك يا اما. لابس الوردي في الاسود. بنات ما يمشون فيها فعلا. اعوذ بالله من هذه النوعيات والله. ايش رايكم في الشكل يا عيال؟ وربي قتال وربي وربي وربي. كان شغل اغنيه حب. ايش رايك في اللوك؟ شنو اغنيه حب؟ شو تحط انت؟ تحبيني بقعد؟ زين الستر زين ترى يعني عيب. بني عيب الفهمة مو معي. اتصال 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 الودة. طيب الودة نلعب احكام صلخ يا مزة. طب انت ليه عايز تلعب معي انا وانت راس براس؟ طب ما نجيب ربع انا وانت يا اخي. ربع تجيب لي ناس ما عندهم جو. اجيب يا اخي انا يا اخي. ولا انا بجيب انا ربع ما العب. فهميني يا رانيا. رانيا انا غار عليك ما ابغاك تدخلين مع شباب. فهميني غار عليك. من امتى فجأة ببغير عليك يا رانيا؟ وربي بكرة وربي بس اسوي عملية تجميل عند واحدة امس دكتورة جتني عشان خشمي. يا عم روح يا عم انا اطول منك اساسا. اهدى. كم طولك؟ 170 وانا 174. ملهاش دعوة انت قصير. ورب الكعبة طولي. سعود شايف لك فيديو وانت قد كده. فيديو ده كاميرا. الكاميرا بتضرب. ما وصلت السيارة نفسها ما وصلت طولها.
شايفين بعيوني كذي ها 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 الشرط واصل لك لتحت، عمري ما شفت بني ادم الشرط وصله تحت الكبه بحياتي ما شفتها. هذه شعره شعرفك على طول انت يا اخي. لا اوكي امك شوفي يرحم لي ابوك اللي جابك. شوف طولك يلا روح اوقف. قزم قزم ماكو فايده قزم قزم ماكو فايده ماكو. وين القزم وين القزم؟ شوفي شبر سبرين ثلاث اربع خمس ست شوفي ست 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 ستين طولي سبع لا سبعين ايه ثمان تسع عشر هداعي احدى ايش وين انت وين انت ترى كم قلت واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر خير جلي اثنى عشر وضع ما كفاية ما كفاية لا تحاول لا تحاول لا تحاول يا اخي ما بيك غصب غصب ما بيك يا اخي غصب يا اخي انت تطلعين واحد من طورة يا اخي يا اخي ايش بعد من طورة يا اخي اسكت بس مو كذا قلت طول كذا مو كذا حتى اسلوب ما عندك زين اثبت لي عطني اسلوب حلو قولي اقنعني باسلوبك تبين اسلوب رومانسي يعني طيب اقنعني باسلوبك ببين لك رومانسيه الحين اي بين لي يلا يلا برلي يا بنام والله برومانسيه ما بدك اقسم بالله كنا قنفص قاعد قدامي طيب يلا بحبك فديت اللي بيضحك ترى ضحكة ضحكة العمر محلاكي آه محلاكي أتقطع لك يرحم فدوة والله قاعد أقول كلام حلو مو عال الدبل فحا عمري البوس أنا يروح اشحن اسد يا الله دبل يا عيال فيديو والله زين كمل اقنع شوف كا لك تريبل يا عيال ترى تريبل يا عيال اقنعني لك يا اقنعني تريبل يا اخي تريبل يا اخي فوز ما في فوز دمع كله انا لازم اعطيك عين الحمراء يا رانيا يا اخي مو العين الحمراء وريني وين هذا بس كلت الحين ترح لسه انت انت مركزه في الجوله ما له شغل ما له شغل مو مركزه في الجوله ركز معي لك يرحب حي عينك بيبي هي حي عينك والله يا عينك الهاجري ارحب لما بتيجي في عيني وحكايتك بس فيك حاجه مش عاديه قل لي يا حبيبي حاجه ما تصعبهاش علي قلتك بحاجة طب ايه يا حبيبي هي بالدار عينك لي لما بتيجي بسنايا وحكايتك بس فيك حاجة مش عادية قولي يا حبيبي لا تكون شدوا يا عيال عاد فاقدين الامل فاقدين الامل يا بعدي والله يا بعدي يا لك نمبر يا بعدي والله ما تتكلم ما اقدرش اسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه يا عيال مستعدين يا عيال اخر ثواني اخر ثواني اخر ثواني اخر ثواني اخر ثواني اخر ثواني يا عيال اخر ثواني راح خيال الاطراف جحفل جولتين ما اقول ماكو جحفل اقول اهدى بس حيك والله يا بعد يا بعد يا لك نمبر شكرا اقسم بالله شكرا وافي فدوه والله فدوه حكم الاول تفضلي جيت انسجن عندي ساعه كامله وكل ما نادي عليك تحط لي ورده حكم الثاني اقول لك السعود تحطي ورده هذا تقولين هذا السلاب اللي عندك
اقول لك فاهمه. الحكم الثاني تسلاب لي عندك تقول لي لبس بس. الحكم الثاني الحكم الثاني انا ما اصبر الا البس شماغ ما ادري. الحكم الثاني بودره كامله على شعرك ووجهك. انا لابس شماغ الحين ما له شغل سعود ما له شغل تخربها سعود لا لا شغل اقول حكم الثالث كله دبل تريبل ما له شغل كله دبل. تخيل تخيل كله بالبوسه على 63 بوسه تستاهل 30000 بوسه. حكم الثالث تنغار منك يا سعود عشان انت قاعد تقول لي كلام عادي عادي تصير تصير هذا سبب رزقك يا اخي تفضل. لا غار غار انت قاعد تقول لي قاعد تقنعني فهو اقنعني بالبوسات عرفت صح ابسط حقوق يعني فلوسه او هي اللي تقنعك. لا والله طيب اجل كلي هوا واعطيني احكامك ورب لا ورب لا اصب عليك لا ادمر الدنيا. الحكم قلت لك الحكم الاول بودر كامل على وجهك وشعرك. الحكم الثاني السماعه ما عندنا بودر احنا ما عندنا بزارين بزارين ما عندنا طحين ولا ناكل خبز احنا صح عشان الحكم الثالث تسوي لي كذي تسند كذي ضغط بس كذي على الكوع زين 3 دقائق تمام 3 دقائق الضغط ترفع ريلك كذي نفسك قاعد تسوي بوش اب وعلى الكوع هذا 3 دقائق طيب فكي جو الاحكام صالح لا اراك شيء لا انت ولا اللي عندك تفضلي خلاص انا خصم بطاطا يعني ليش العب معاك فكي فكي ليش العب معاك ابن خميس فتوى كده حبابي كم دقيقة قليلي والله يكسر والله يكسر الظهر قسم بيت الله يعور الظهر كم دقيقة يخلصي أدري أدري 3 دقائق والله كثير 3 دقائق آه مالي مالي آه ما أوه ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ترى الاف عندي باللايف وعندك ارفع يدك خشفون ان انت كفو احكام يلا انا ابن خميس يا تكبيس تكبيس بالمربى انا اوريها لكم ادري والله لا لا تقيم منفذها والله والنعم بالاسم خارج القانون ارحب بك حالا وانا ابن خميس جماعه الجوله تخلوا يحكم علي يقول هذه 3 شهور حطيت رجلك ارفع رجلك يا سعود مرتفع لا لا منك حصانة مرتفع مو مرتفع توك رافعها اقول تبي تشوفون اشياء ما تبين حصانة حصانة لا دقيقة ايش اللي حصانة 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 ما هذه حصانة قاعد اوريك حصانة يا اخي قاعد نعيم يرحب قاعد اوريك شنو قاعد انفذ عيد الثلاث دقائق والله راني اذا كذا ترى بسكر الجوله بروح لانام اخ ترى والله شو اللي قاعد انفد كسرت من اليوم ظهري وجعني يا عيال الدبل الدبل 8000 يا بعد 8000 يا عيال يا بعد يا بعدي يا بعدي يا بعدي حيك والله لك نمبر يا بعدي والله 8000 يا عيال ربي يا ربي يا بعدي سوي الحكم يا بعدي حيك 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 يا الاكل هذا حيك والله حيك والله اي والله يا فديت اللي ما يبيني انه ما يبيني نحكم حيك والله جماعه الدبل دبل ترى هذا خصم قوي والله عنده تحفله قويه ارحب ارحب يا حبيب فدوى غفا روح الفدوى والله حيت نورته شوف على اصبعين اسويها على اصبعين الدبل حبايبي لا يروح ترى في ضغط بيد واحده عارفه مستوى قوي اقسم بالله مستوى قوي حيك يا لك يا حيك والله يا بعد غفوة كم
شدوا عيال شدوا شدوا عيال شدوا شدوا ما ادري ترى عندك حفلة قوية خصم قوي ترى صدق استعد للحكم ها ما يتغش هو كذا ما ادري جاني احس جاني شعور اني راح افوز ترى صدق خصم قوي ما هوريك الحين القوة كيف تظهر ضربة 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 تكسر عمري بلسوم حاضر يا روحي جذب اكسجين جذب اكسجين بدر حبايبي ديروا بالكم من السفاله قلت لكم الصراحه شدوا امانه شدوا جاء وقت الجد هذا وقت الجد جاء وقت الجد جاء وقت الجد اعطيه اعطيه ما يا عيال فهود اخر التواني اخر التواني يا تكفون ضربوا ضربوا ضربه قوي تكسر الظهر افرقوا الخ تكفون ضربه تكسر الظهر كذا ربعي ربعي من وردها مريد الابطال مسحوا كل برد لها انا انا اشهد ان احنا الابطال احنا الابطال اضرب ايه اضرب اضرب بيجحفلون بيجحفلون يا عيال بيجحفلون بيجحفلون مع بعض مع بعض يا عيال مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض يا قناصين مع بعض قناص قناص يا ابو بدر اضرب اضرب اخر الثواني اخر الثواني اخر الثواني هاي وربي جحفله وربي جحفله والله جحفله ما اقبل انا بيض الله وجهك يا ابو بدر فهودي زد ار تن خارج القانون كل الداعمين عهود كل باسمه الغايب والحاضر بيض الله وجهكم رحم الله والديكم يا عتك فنضيف الداعمين وفي جولات جايه ابغاكم تصورونها يا عيال ابغاكم تصورونها بس حرم منكم رانيا جحفله فدوه 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 شوف الفرق بيني وبين هي فدوه انا اقولها نعيمي طيب. نعيمي حي الجوله الجوله الاولى في ستيف في ستيف مبروك عليك تعال الجوله الثانيه شكو جحفلة والله جحفلة هدي لا هدي والله هدي. جحفلة ورب الكعبة ما نفذ هدي والله جحفلة ما نفذ انا اجيك اجيك ما له شغل اجيك ما له شغل اجيك ما له شغل بدون دبل واخر شيء جحفلين كذا لا يصير انا فزت عليك سعود والحكم اللي طاف انت ما نفذته نفذت يعني قسم بالله اني نفذته والكل يشهد يا عيال نفذت ولا ما نفذت يا عيال تسمعوني نفذت ولا ما نفذت سعود سعود ما نفذت اوكي راني راني بسرعة يا راني فك جولة ثانية لأن الصراحة أنا ما فك ما فك جولة ثانية أنا بفكها بس أنا لا أهدي شوي أهدي شوي يا عال شدوا نعيمي حيك حيك يا نعيمي شدوا شدوا يا عال ترى فاز الجولة تكفون يا نعيمي تكفى وإن كان على حكمك كان على حكمك ها هذا مو حكمك ها لا 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 ما تسوي خلاص انا خذيتها حصانه خير مو على كيفك انا جل ما العب ليش لا مو على كيفك بنفذ اسمع حكمة. اسمع هذه والله لا والله غرت تتحن لا ريلك مرفوعه ولا شيء يا بنت الناس والله مرفوعه جماعه الجوله الجوله والله ما نفذ كذا قاعد انفذ قولي رجلك مو مرفوعه اسمع اسمع الاغنيه تكفى اسمع الاغنيه القمي ميوت القمي ميوت بس يا عا شيرتك بيس ها شيرتك بيس احنا اوريك الخلط على صوله الخلط على صوله اهم شيء يا عيال فكوا الدبل بس فكوا الدبل هذا اهم شيء فكوا الدبل صدقون لغير تشوفوا الناس من مثل من شايفينهم من قوه الدعم بس وخلوا الجوله مصوره اوكي مصوره تكبيس تكبيس تحي فعل كمان والله انكم وحوش والله انكم وحوش
be trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Zdartin! ترى فاز الجولة. جاء وقت الجد هاي يا عيال. تكفؤ. أبغى وقفة التاريخ. وقفة تدمير أعمار. تدمير سكورات. كسر. دبل ها. دبل تريبل يا عيال. تريبل بس صقر. تريبل صقر صقر صقر. تكفون يروح تريبل. صدقوني تشوفون سكور ما صار ولا استوى. تريبل 10,000. قفلوا تريبل يا عيال. تكفون تريبل لا يروح يا عيال. تريبل لا يروح. إذا راح تريبل خسرنا. رشاش يا تكفون. ربعي يا الله يا كريم. يا عيال تريبل لا والله قفاز ينهي مسيرته ورب الكعبة. القفاز ينزل فوق سكورة. تضغط على القفاز يجيك رسالة هدية. منها ارسال هدية اقسم بيت الله تنهي سكورة. والله ترى القفاز ضرب خمسة يعني الاسد بخمس وسود نيوفيرس ما اسمها ذي بخمس نيوفيرفيرس ما اسمها ذي. يا عيال قفاز شيء بننفذ. نزل عنده قفاز تعال حلها بعد بتفوز. انطرني تفوز. اوكي انت تعال واجهني اذا فزت. يلا ما قصرت والله الدعمي. شكرا لكم. حيكم والله اقسم بالله حيكم ابو فيمس فيصل محمد وتر لحن يا اخي انت شنو النعيم. شكرا لك نمبر. حيكم احكامك لو سمحتي. شنو احكامك لو سمحتي. سجن عندي كامل لين اسكر اللايف. طيب ابشري. والحكم الثاني. الحكم الثاني تاكل 10 بيضات. الحكم الثالث اشربهم كذي 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 اكثر. اوكي الحكم الثالث تمام. عشان احنا يا سعود خلصنا وسكرنا ملفك انتهى الموضوع. طيب الحكم الثالث. الا لا تضحك كم مره سويناها. والله لو نسوي كذا يجينا دعم. لا 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 جمالة جمالة لا تزعلون ترى وايد متضايق عشان خسران. عادي عادي نسامحه. تفضل اعطيني حكم. نسامحه. اليوم سامحتك ماي لك حصانة. يعني مسكين عند رب العالمين بس مو عندك يا راني شهاب. مو عندك
السلام. معك ملك تيك توك بحياته كلها ما خسر، مستحيل يخسر. فأنا أوكي. هاي. هلا هاي تو الأخت شو اسمه مصممة أزياء صحيح؟ لا. أجل كواية. لا. أجل إيش؟ nothing قالوا. إيش ن ن شيء لك وأحسب بالملابس. إيش يعني إيش تخصصك في الحياة؟ ما عندي تخصص. أنا نفسك ضايع عن حظي، ضايع عن يعني طايح عن حظي وكل شيء. يلا تبين شيء بروح أرجع للشخص بيحكم لي. إيش مزحمة أكثر. والله جسر طريف لن يسقط، اقسم بيت الله لن يسقط. بس انت يا اخي والله لن يسقط، والله لن يسقط. السلام. معك جسر طريف، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اوكي. انت قد خسرت جولات؟ قد خسرت جولات في حياتك وكذا؟ كثير ما شاء الله، كل يوم بنحكم أنا. بس الله يحفظك يعني. أكيد بعيوني. الجسم لو في خير كان راح مع الروح. بس خلاص. تمام إيه؟ تمام كذا بنتصل. طيب. ما اللي قدامك مغني عربي أصيل. أوكي؟ رسم. أنا اللي غنيت طقت ولا ما طقت. أنا صح. الله. أنا بعرف واحدة اسمها ريم السواسيل اللي غنيت. لا غير ذيك مباراة مكبار لا. من وين انت؟ تاكد من وين انت طيب؟ كان جمس جسمك حلو يوم تلبسي ملابس زي كذا. ايه انا سعود بن خميس. اه شايفني طيب. طيب اشوفك يا اخي حول انا اشوفك. سعودي والله سعودي ايش فيه مو مال عينك؟ تشرفنا على العين والراس ترى نحن ما حكينا شيء يعني. انت مغنية؟ لا. شوف بغني. انت من سوريا صح؟ انا من سوريا وكوتش جمباز بعد. نفسي تخصص صوت وروعة والله. طيب غني لنا. يا عيني حاكي وعيني حاكي اوكي دقيقة مع اتصال. هلا والله. هلا يا اخي انا ما احبك افهمي يا اخي ما احبك. اقول القم بسم الله. خمس حصانات منك يلا باي. بس خمس؟ خمس حصانات منك ما اشوفك شيء. خليهم عشرة عشرة لعيون الغالين عشرة. روح يلا انبسطي. يلا عيش يا اخي عيشي حياتك انبسطي. عشرة والله سامعة صوت مو بنس. تشتبين بحياتي يا اخي انا ما احبك ما احبك. كويس كبسو ودي اعطيك بوسة بس التصوير ما يا سعود بن خميس يا موقف واحكام اكرهك. من اول يا اخي بك تكرهيني يا اخي من اول افهم. عشر حصانات منك يا سعود بن خميس. يا اخي 15 موش عشرة بعد دندني عكس. طيب سؤال عندي سؤال. بابا عندي سؤال. تحبيني؟ ترى انت قدام الناس وقاعد يسمعونك. تحبيني وانا قدام الناس بعد. يا اخي مشكلة احبك شو اسمه يلا تصبي. الله. تحبني بس انا مو حلوة. يا وجهها يا ليش كذا وجهها خلقه كذا يا طيب حب سوري ليك حب سوري السوري وشه كثير حلو. يقول يا با 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 يا يا با على بنات الشام بنات الاصول يا يا با اللي يا مركب بالبحر ما مال ما مال ديب وقلطوني طول العمر ما مال
يا با 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 انا نغيت الساجدين الصبح والليل ما شاء الله يا با يا با يا با يا با عما مدلال ما نابت تجفن يا با يا با يا با يا يا با. ليك من بعد اذنك ممكن اطلب منك طلب؟ تفضلي. الله يزيدك فضل يا رب. صغير تفضلي. شكرا. تغني لنا عن موال عراقي عن الام من بعد اذنك يعني. لا 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 اسمحي لي انا اقدر مشاعري ما تسمح لي ما ترجع ما تخجل مشاعري ما تسمح لي لا اصنك في ذا السماعه مشاعري ما تسمح لي اه مشاعري انا لو اغنيت ببكي ما ارضى اني ابكي قدام الكاميرا بكيني انا انت ايش في انا متغربي عن اهلي ترى غني لي ليش متغربه حد قالك تغربي تريت وين متغربه طيب وين انت الحين انا بالامارات وانا بالامارات ترك معزومة على العشاء بكرة بس 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 لا تقول لا بس لا ببعت لك العشاء ما في داعي لبكرة من تبعتي العشاء والله أنا بعت لك عشاء أنا العازمك الله الله أنت شكرا إيه؟ ترى ساعتي دي من شركة هواء شركة رولكس شريها ب60,000 أشوف الوقت اللي قدام قبل لا يجي كلهم عم يقولوا لي انك بتبكيني طيب يلا يا اخي ما ابغى بكيك انا ما والله اني اخاف انت انسانه حبوبه جميله والله اني حبيتك انا صراحه ما شفت وجهك حبيتك بس ما ودي ابكيك افهميني يا اخي والله دمعتك غاليه على قلبي دمعتك غاليه صعبه صعبه طيب ليش كرمالي عم اقول لك يا اخي انت تبي تبكين ايه ابا ابكي خلاص ابشر نصحتك اكثر من مره ما تفهمين انت ما تفهمين انا الف مره وانا انصح فيك احنا نجولي عشاني الف مره وانا انصح فيك انا الف مره تعبتيني اقول لك ما ابغى بكيك افهمي يا اخي ما ابغى ما ابغى يا اخي حل لا تقوى يا اخي انا عشان خاطرك ترى لو يا ويلك من صوته والله يما يا حبيبة يما بفاق نعمة عيني من البال يا الحبيب يا يابا من البال يا دموع نشوف الحبايب يا با دموع نشوف الحبايب يا بامي بعيد عن بيال وامتار يا بامي بفراق نعمت عيني
ايش قصر لك ما حاضني مزعلني من دون اسباب اللحظات تيل علي وقوة تكون يما يا يما يا يما يا يما يا يما قايلك ابكي قايلك سلم هالصوت ما صلى عليك الله يحميك عصبي عصبي انتم شايفين اهلك ان شاء الله يا رب شو حالك تبكين على الصاله لو انت القنديل البحري البحر اقول اسمعي يا تعبت نفسي معك انا فاضي ضفتك عندي بس هي نقطه في الخاص عشان اسوي انا وياك سرتيك اوكي هي انا تابعتكم سكريك اللي نصور عشان تصير نقاط حمر يلا باي عن جد شكرا احبك اخطف لك نظاراتك وعيونك وحشراتك وصلت وتعدت شوف ناس عندها مستوى بالله عليكم امان طلع يا رجال امان طلع امان طلع اللي ما كبس شير كبس شير بالله عليكم يا جماعه كل كبس وشير امان طلع امان طلع كل كبس وشير علي. بالله عليكم انا مع مين قبل ما نفوت الجوله مع مين بدك مليون تكبيسه يلا مصر عندكم ادبول عندكم مستوى انت وسعود شو انت وسعود ما بلعب معه هذا لو يجيب مين ما بده هذا ما بلعب معه انا مقطعك مع ذنيك يا برازيلي لو ولك تخسي اكون معك بنفس الفريق والله انك تخسي قعد زمان يلا انا ودعبه ولك تخسي اكون معه حلو جيب الدواني شوي خليه عندي شير انا اسف فتحت شير الربع انا اسف فتحت انت بوجهي دعبول تعال بس ايه انت بوجهي حلو شباب اول جوله وشفت هاي نو تكبس نار يا رجال تكبس نار يا رجال بسم الله شباب شيروا كبسوا يا اخوان هسه فتحنا لايف اثنين ارحب طيراحي بالمطر لا 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 شباب والله يا الربع هسه فتحنا تكبيس الربع لا تكبيس يا رجال صبوب جماعه تكبيس المفروض قوي والله العظيم اقسم بالله المفروض تكبيس يا ها تكبيس 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 في المربع في المربع حقي في المربع بيه ابن خميس ابوه عبسي ولكم يا عبسي يا اخي عبسي من زمان عن ما دخلنا معه صار 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 ما يجي عينا ربعه واخويا اللي قبل تكبيس كفو عليكم على تكبيسكم يا عالف الدبل ضربة تكسر الظهرها رنيم شكرا رنيم دبل ها دبل 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 رنيم قلبي والله شكرا دبل هاي يا عيال دبل دبل دبل
ورود 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 هاي هاي يا نايف الشمري ارحب ترى عبال المطار تعال في الدبل ها تكفون في الدبل دبل 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 يا عيال دبل 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 يا عيال I keep everyone to my life It's so MD welcome فدي بالافرق وفدي بال فدي بال فدي بال فدي بال فدي بال رني يا بعد راسي والله قسم بيت الله ما قصرتوا والله ما قصرتوا نايف الشمري رنيم شكرا لكم قسم بتلا ما قصرتوا اكلنا هوا اكلنا هوا الليل الليل يا الليل طارق يقول لك بكون يحبك وعندي حكم واحد بدي مودر لا تهايط بغيرك يا ناصر السلطي لا تهايط بغيرك اسمع مش ما بهايط بغيري اسمع ولد بهايط بغيري هذا معي معي اللي وراك ما يبني احسن منك يا ابناء هلكم انت عارف اذا انت عارف اني بقدر اخلط روح الجميوت انت عارف اني يلا عارف اني بقدر اخلط ما عليك يا علوش صرنا واحد مين اللي جاي استنى دوره جاي امام اللي عايز شوفونا انا عايزه حي مين اللي جاي استنى دوره جاي No regret, tonight I'ma make you taste it. Oh, yeah, no, 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 no. She keep on losing control. Oh, yeah, no, let them know. You got me no longer moving slow. Oh, yeah, no, why no fast? She keep on losing control. Oh, yeah, no, look so bad. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. حي والله شكرا رنيم نايف الشمري ما في احد احسن من احد على العموم يا اخوان شكرا لكم على تواجدكم هذا الطيب اشكركم على تواجدكم هذا الطيب اقولها لكم مرتين شكرا لكم البث كان جميل جدا معكم في شعري من هنا خفيف انا ارجع المهم كان بث طيب حلو إلى هنا وصلنا نهاية البث تكفون يا عيال أبغى ضيفوني بس في السناب سنابي اكتبوا سعود بن خميس في البحث اطلعكم سنابي كلكم ضيفوني يا أخي ضيفوني يا أخي ضيفوني يا أخي يا بالتالي عشان يوثقوني بالتالي بالتالي ضيفوني يلا بسرعة انجزوا استودعتكم الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.